السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مادة العلوم العامة. في درسنا اليوم بمادة العلم الأحياء بدرس جديد، وظائف الجهاز العصبي. أولا، وظائف الجهاز العصبي يقسم إلى قسمين: وظائف الجهاز العصبي المركزي ووظائف الجهاز العصبي الذاتي أو المحيطي. إذن أولا سوف ندرس اليوم بوظائف الجهاز العصبي المركزي. من أهم مظاهر الحياة هي الإحساس بتغييرات الشروط البيئية الداخلية مثل الجوع والعطش، وأيضا الإحساس بالخارجية، التغييرات الخارجية مثل الأصوات والروائح والحرارة والألوان وأشكال أخرى، وأيضا للسعي بالحركة لتلبية الحاجات العضوية. فالإنسان يتفاعل مع بيئته ويستقبل منها معلومات بواسطة الحس الشعوري، ويستجيب برد فعل إرادي يتم بواسطة الحركة الإرادية، أو رد فعل لا إرادي يتم بواسطة الحركة الانعكاسية. إذن بعد إجراء التجارب، قاموا بعض الأساتذة بإجراء التجربة على المخ الضفدع، فقاموا بتخريب الدماغ للضفدع، فيبقى النخاع الشوكي سليم قادر على الحركة والحس. إذن نستنتج منها الوظائف المركزية العصبية والوظائف الأعصاب. إذن المخ هو المسؤول عن مركز الحركات الإرادية والإحساس الشعوري، وأيضا النخاع الشوكي هو مسؤول عن مركز لبعض الحركات الإنعكاسية، وتتنبه الأعصاب ببعض المنبهات وتنقل التنبيه بشكل سيالة عصبية. السيالة العصبية، لنعرف السيالة العصبية، تعريفها هي حادثة الاضطراب التي تنتقل على طول العصب. فإذا علمت أن سرعة انتقالها بحدود 30 إلى 125 متر على الثانية في أعصاب الإنسان، في حين أن سرعة انتقال التيار الكهربائي بحدود 300,000 كيلومتر على الثانية. إذن من يعرف السيالة العصبية؟ نعم يا محمد. أسئلة نجلاء. هي حادثة الاضطراب التي تنتقل على طول العصب، فإذا علمت أن سرعة انتقال بحدود 125 في العصب وسرعة انتقال لحظة يا محمد، مين بشويش يعني نقرأ التعريف بمعنى بعيد وأنا؟ أي نجلاء عيدي. تمام. هي حادثة الاضطراب التي تنتقل على طول العصب، فإذا علمت أن سرعة انتقالها بحدود 30 و 125 متر في الثانية في أعصاب الإنسان، وسرعة انتقال الكهربائية بحدود، والله رقم كتير طويل. يا نجلة، إنه بيكون سرعة انتقالي بحدود من 30 حتى ال 125، يعني بيكون من 30 متر على الثانية أو 40 متر على الثانية بحدود حتى ال 125 متر على الثانية في أعصاب الإنسان. أيضا حتى عملوا مقارنة مع الانتقال التيار الكهربائي بحدود التيار الكهربائي بينتقل 300,000 كيلومتر على الثانية. تمام. إذا حسب رأيك، هل السيالة العصبية تيار؟ هنا ذاكر سؤال، هل السيالة العصبية تيار كهربائي؟ نعم يا إيمان، جاوبي. السيالة العصبية في جسم الإنسان عبارة عن تيار كهربائي، لأن الإشارات العصبية تنتقل على شكل موجة كهربائية. نعم، إذن السيالة العصبية في جسم الإنسان عبارة عن تيار، يعني ما إنه بيمثل التيار. السيالة العصبية ما بتمثل التيار الكهربائي، يعني ما بيش هو نفسه التيار الكهربائي، لكن بيشبه التيار الكهربائي، لأن الإشارات العصبية تنتقل على شكل موجة كهربائية، بينما السيالة العصبية ليست تيار كهربائي، بل هي عملية كهروكيميائية تتحكم فيها أغشية الخلايا العصبية.